السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في تغطيتنا المباشرة لأحداث معركة بركان الغضب ضد ميليشيات حفتر الإرهابية. وحلقتنا أو في هذا الموضوع حلقتنا في هذه الساعة له ارتباط وثيق بهذه الحرب الدائرة، وهو دور المؤسسات الخيرية والدعم الشعبي في الأزمة. يسرني أن يكون ضيفي في الاستوديو الأستاذ أبو بكر الغرياني مدير قناة الهداية. أستاذ أبو بكر مرحبا بك، وأيضا معنا الأستاذة فوزية شويقي عبر الهاتف وهي ناشطة مدنية ماجستير طب حيوي. مرحبا بك يا أستاذة فوزية. أبدأ معك أستاذ أبو بكر. أستاذ أبو بكر، نحن حرصنا على إظهارك أو إظهار صفتك بمدير قناة الهداية ليعلم المشاهد أن العمل التطوعي لا يشترط فيه التفرغ. الحقيقة أنت مشغول في عملك، لكن بارك الله فيك يعني انخرطت في هذا العمل على الرغم من انشغالك في أعمالك، وهذا يمكن أن ينخرط فيه أيضا المهندس والإعلامي والطبيب كما هو في كريم علمك. لو تحدثنا بداية أستاذ بكر عن أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات الخيرية في الأزمات التي تصيب الشعوب بشكل عام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة بارك الله فيكم على هذه الاستضافة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك أيامنا ويتقبل منا هذا الشهر الكريم، وكل عام الأمة الإسلامية بخير نحن في إطلالة عيد الفطر المبارك. الإنسان المسلم يبحث دائما عن فعل الخير وعن الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى، وخاصة في هذا الشهر الكريم، لأن الأجر فيه مضاعف، الحسنة فيه مضاعفة. والعمل الخيري ليس مقرون أو مخصص له أشخاص معنيين متفرغين، يفترض فيه في ثقافة الشعوب المتحضرة أن الموظف والقاعد وإلى غير ذلك عليهم أن يشاركوا وأن يساهموا في إنجاح مؤسسات المجتمع المدني، لأنها كلها هي تعتبر جزء أو مكون من مكونات الدولة المدنية. الدولة المدنية لا تنفك عن الحراك المدني، مؤسسات المجتمع المدني، الجمعيات الخيرية، كل حسب نطاقه وحسب تخصصه. فضلا على أن تمر البلد بأزمة وبكارثة وباعتداء على العاصمة التي ينتمي إليها الجميع، وفضلا على كوننا نحن مسلمين ويجب أن نقف مع إخواننا النازحين، نقف معهم وقفة الحقيقة وقفة وطنية، وقفة جادة، بالمال، بالنفس، بالكلمة الطيبة، بفتح الأبواب، بفتح البيوت، بفتح القلوب، واختيار يعني لهم الأماكن الجيدة. فهذا الأمر الحقيقة هو الذي دفعني وإخواني من مؤسسات المجتمع المدني، يعني بصفتي كموظف صحيح في الدولة الليبية، لكن لي نشاط خاص بي، نشاط مدني مشارك في مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني، إدبان ثورة فبراير، ائتلاف 17 فبراير، أنا عضو فيه. هذا العضو لا علاقة له بالشأن السياسي، وإنما هو في الحراك المدني، الحراك اللي هو التكافلي التطوعي إلى غير ذلك، كغيره من المؤسسات التي يجب أن يتضاعف دورها الآن، لأن سقف الأزمة والممكن يعني احنا نقول المدى متاعها ليس محدد، مش معروف يعني. فالكشافة، الهلال الأحمر، الصليب، كل مؤسسات المجتمع المدني الإغاثية وغيرها يجب أن تتضافر وأن تقوم بدورها جانبا إلى الدور الرئيسي بلجنة الأزمة المكلفة من قبل حكومة الوفاق أو اللي هو المجلس الرئاسي. في الوقت الذي يشتغل فيه المجتمع المدني في دور تكافلي ودور مساند للجنة الأزمة، نجد الحقيقة أن المجتمع المدني والخيرين والتجار وأهل الخير اللي ما يبوش يبرزوا نفسهم نلقى فيهم هم اللي لهم الدور الرئيسي، ولجنة الأزمة هي تمارس الدور التنظيري وتمارس الدور البيروقراطي والدور التسويفي في 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 ظل هذه الظروف. نعم، سنأتي لذلك لاحقا سيد أبو بكر. أستاذة فوزية، يعني برأيك يعني ما هي أهمية النظام في العمل الخيري، وما هي أهم الأساليب التي يجب اتباعها في المؤسسات الخيرية حتى يكون عملها منظما؟ نحن نريد كلام نظري ومن ثم يعني ندخل في التطبيق، وفي خاصة في ظل الأوضاع الآن التي تمر بها بلادنا وعاصمتنا على وجه الخصوص.
أولا السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل عام وانتم بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم وبمناسبة العيد. نعم ونسأل الله في هذه الأيام المباركة أن يتم علينا النصر يا رب العالمين. نعم. بحيث أنها تكون الفرحة فرحتين يا رب. نسأل الله توفيق من عنده. نعم. طبعا هو زي ما أرحب بضيفك الكريم، هو زي ما تكلم سيد الغرياني بارك الله فيه. نعم. موضوع العمل الخيري سابقا يعني كان نقول قبل 17 فبراير كان مقنن وكان مسيس، هنقول لك يعني شيء واحد ممكن يشتغل فيه العمل الخيري. نعم. لكن بعد 17 فبراير لو انت تلاحظ في 2011-2012 صار كم هائل من العمل في الوقت ذاك، كانت معظم المؤسسات شبه واقفة نتيجة الظرف. نعم. فكانت الجمعيات تقوم بعمل مؤسسات الدولة يعني. نعم. العمل كان في البداية كان فردي، يعني ممكن تلقى جمعية خيرية في أختين أو ثلاثة. نعم. بعدين طبعا نظرا لانه هو شيء جديد غير مهم يعني مدربين عليه، صار تراكمي في كل ازمه يصير نضج للعمل الخيري هذا، وبدينا نضج في نفسنا. انا حنتكلم على نفسي. نعم نعم. انا اتكلم بصوره متعاونه مع اغلب الجمعيات المؤسسات، اشتغلت مع الهلال الاحمر، اشتغلنا مع شباب الجامعه بارك الله فيهم، اتحاد التنسيقية اتحاد شباب الجامعة، اشتغلنا مع الكشافة، كان مع مجالس البلدية، لجنة الأزمة في 2014 في الجمعة في طرابلس، وكذلك حتى في حي الأندلس. فالعمل الخيري هو باش نقول احنا نتمنى يصير له ضابط على الأقل حتى من حيث المنظومة، بحيث ان احنا نقدر نديره على الأقل يكون عندنا نسق معين نمشوا به، بحيث ان يعني لما نساعد مثلا أسر معينة في أزمة ما يعني البيانات هذه اللي بنجمعها هذه حتى تستفيد منهم حتى الدولة، يعني تمنيت أن يكون عندنا منظومة بحيث أن يتم تحليل البيانات فيما بعد، يعني تبدأ الدولة تستعد قبل الأزمة لأي منطقة ممكن تصير فيها الأزمة، يعني زي مثلا تونازحين مثلا من عين زارة الكم الهائل، يعني ممكن في 2011 صارت النقطة هي 2014 صار في نازحين من فكلة، صار من ورشة بالمشاشية مجموعة من بوغازي، وتم يعني تنادت الجمعيات بحيث ان احنا اول مثل المشكله نحكي لك انا 2014 كان العدد محدود، لكن كان نراه مجهود جبار. نعم. تجميع لان معظمهم كان يبوا لهم سكن. نعم. فذكر حطوهم في شقق مثلا في طريق المطار وكانوا متحقين، كان عمل كبير يعني، والدوله العيب اللي فيها ان ما لديهاش مثلا مخيمات بحيث ان تساعد، يعني من ضمن المشاكل ممكن احنا اللي واجهتنا ان العمارات هي في جزء منهم يعني سكن فيهم، يعني نحكي لك ان احنا الازمه في ثقافتنا غير موجود مثل الاعداد لها، فالعمل الخيري هو اللي قايم هو اللي يقوم بالتغطيه على كل هذه العجز اللي يصير القصور. طيب سأعود اليك استاذ فوزية. دكتور بوكر، يعني المؤسسات الخيريه لا شك ان دورها مهم وفعال، لكن في كل دول العالم الاعتماد يكون ليس على مؤسسات المجتمع المدني، وإنما يكون للحكومة دور كبير في يعني محاربة هذه الأزمة ومقاومتها، ويكون هو الأساس، والدور الشعبي يأتي بشكل ثانوي. لكن نرى الآن، وأنت أشرت قبل قليل لشيء من هذا، نرى الآن العكس، نرى أن الدور الرئيسي في الأزمة هي الحملات التطوعية والجمعيات الخيرية. لماذا برأيك؟ والله الحقيقة هو سؤال يحتاج أن يطرح على الجهات الرسمية من باب أولى، وهذا سؤال محير بالنسبة لي نحن، وهذا في ظني هو الدافع اللي خلى الخيرين والناس اللي عندهم رصيد في العمل الأهلي أو حتى أن نسمي فيها الفزع، يعني منظومة الفزع، لازلنا نحن نشتغل بمنظومة الفزع، اللي عنده دوافع الخير سواء كان من منطلق عقائدي أو من منطلق عبادي، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، لا ينتظر تعليمات ولا ينتظر أي أوامر من جهة معينة. وهناك فئة كبيرة جدا من أهل الخير موجودين يبحث عن الفقير ويبحث عن الكارثة أو يبحث عن من بهم ملمات حتى يساعدهم ويساعدهم، هذا الأمر هو ديدا الناس الخيرين. لكن السؤال المهم اللي هو أشرت إليه السيد الكريم، نعم. في ظني أن هي غياب الرؤية وغياب التصور الصحيح لمفهوم الأزمة لدى الدولة. الدولة حقيقة من 2011 إلى الآن ما درتناش حل في قصة المية في طرابلس،
ما درتناش حل في عدة ملفات وعدة قضايا من باب أولى. يعني المطار إلى الآن مقفل، يعني ملفات كبيرة جدا. فلا أستغرب بأنها دولة ستمارس الدور الإعلامي، دور التصريحات، دور التسويف، دور أنها كذا وسيحل محلها. والآن ممكن هي منتعشة الآن أو منتشية، لأن المجتمع المدني والخيرين يعني سدوا هذا الفراغ. لكن راهو لعلمك أن نحن مصنفين الشعوب الشرقية دائما هي عاطفية، تتعامل بالمواسم. سينتهي موسم الخير، موسم الزكاة، موسم البركات، واللي عنده حاجة تمت خلاص، سيعود المهمة والتكليف إلى المربع الأساسي هي الدولة. يعني صحيح. فالدولة يفترض فيها أنها الآن في وخاصة في ظل ظروف الاعتداء على العاصمة، هذا الاعتداء الغاشم يفترض فيه أن هي أعلنت فيه، وأظن أنها أعلنت فيه النفير. فمن باب أولى أن يكون لها أدوار، لجنة الأزمة أن يكون لها أدوار في المحاور، وأن يكون لها أدوار في مراكز النازحين، أن يكون لها أدوار في التعليم والمدارس، أن يكون لها أدوار في الصحة، أن يكون لها أدوار. كل هذه الجوانب هي واجبة على الدولة القيام بها حقيقة. يعني فأنت لما تجد بعض المحاور، وهذا من دور نحن كمؤسسات مجتمع مدني، نقوم بزيارة الجهات المساندة للمحاور في مسألة الدعم اللوجستي من الإعاشة وإلى غير ذلك. الجانب الآخر اللي هو متابعة أهالي هؤلاء الناس اللي هم المقاتلين البواسل اللي قاعدين يصدوا عنا في هذا الهجوم، نحاول نسندوا أهلهم وغيرهم، بالإضافة إلى الأبرياء المدنيين اللي موجودين في مناطق الاشتباك اللي نزحوا إلى طرابلس وإلى العاصمة. في منهم من هو اللي بات أسبوع وثلاثة وأربع أيام على شاطئ البحر في سيارته هو وعائلته. فهذا الدافع اللي خلانا يعني أنا شخصيا ومن خلال منبركم يعني نشكر فيه إدارة وأهل ومالكين مصحة الأخوة الإيوائية، هي اللي اقترحت عليهم أن يفتحوا مقرهم القديم في النوفليين ولبوا هذا النداء من واجب وطني. والمكان نفسه غير مهيأ ويحتاج إلى صيانة وإلى غير ذلك، ولكن في نفس الوقت وجدنا خيرين، وجدنا أصحاب اليد الطولة ساعدونا بأن احنا نبدأ بالنظافة ونبدأ بمعالجة يعني العراقيل والعقبات اللي تواجه فينا من كهرباء ومن المية إلى غير ذلك. وأصبحت الأيادي الطيبة والأيادي اللي هي تنفق تتوالى علينا، إلى أن وصلنا الآن إلى أن نستعد إلى موضوع العيد من ملابس وإلى غير ذلك. يعني فهذا الدور يفترض فيه سيدي الكريم أنها الدولة طالما هي أعلنت النفير وأعلنت الطواري، أنا شخصيا أرى أنها هي يفترض فيها أعلنت إنشاء أو استحداث وزارة ووزير يكلف بالأزمة. يعني دائما تقعد مستمرة، يعني سميها وزارة الكوارث، سميها ما شئت أنت، سميها ما شئت، يقعد المطافي، الأسعاف، كل ما يتعلق بحاجة الناس في أي كارثة يفترض فيه أن تكون هي مستعدة وعندها تواصل مع الدول الأخرى اللي هي تشتغل في هذا الأمر. طيب ينضم إلي الآن السيد رمضان عتيق من استوديو مصراتة، وهو مدير مفوضية المجتمع المدني بمدينة مصراتة. أستاذ رمضان مرحبا بك، لو تحدثنا بداية عن وظيفة مؤسسات المجتمع المدني في مثل هذه الأزمات، ما هو الدور المنوط بمؤسسات المجتمع المدني؟ نعم، شكرا لك أستاذ فوزي. بداية بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أترحم على شهدائنا الأبطال الذين ارتفعوا في هذه الملحمة دفاعا عن عاصمتنا الحبيبة، كما أدعو بالشفاء العاجل إلى كل أبطالنا الجرحى، وأتمنى من الله العلي القدير أن يعيد إلينا كل المغيبين، وبإذن الله سوف ننتصر في هذه الملحمة البطولية. آمين. التي يخوضها أبناؤنا الأبطال الأشاوس في الجبهات دفاعا عن دينهم وأيضا من أجل هذا الوطن ومن أجل مدنية الدولة. نعم. حقيقة المجتمع المدني إجمالا هو مجتمع وعمل وسيط
ما بين العمل الخاص الذي يقوم به الشخص لصالح نفسه وما بين العمل الحكومي الذي تقوم به الدولة عبر مؤسساتها وأجهزتها وكل قطاعاتها الحكومية للعمل لمصلحة الدولة ولمصلحة المواطنين. فبالتالي هذا العمل الوسيط هو عمل يبرز في حال ما غاب أحد العملين الخاص أو العمل الحكومي، يبرز العمل المدني الذي تطوع فيه المواطنين أفراد وجماعات في عمل تطوعي خيري من أجل سد عجز ما أو من أجل توفير خدمات لا تتأتى لا من القطاع الخاص ولا من القطاع الحكومي. فهذا العمل التطوعي دائما ما يبرز في وقت الأزمات، ويتميز العمل المدني إجمالا بأنه سريع الاستجابة لردود الأفعال، تكون فيه سريعة جدا لأنه يتخلص من البيروقراطية التي تكبل كثيرا العمل الحكومي، كما أنها دائرة التأثير فيها دائرة واسعة جدا بحيث أنها تعتمد على القاعدة الشعبية الكبيرة للمشاركة في هذا العمل التطوعي. أيضا تستفيد العمل المدني من قلة الإنفاق عليه بعكس الإنفاق الذي نشاهده في الإنفاق الحكومي الذي ربما الكثير من اللجان، الكثير من البيروقراطية، الكثير من المصاريف تستهلكها، وخاصة أن هذا العمل في أساسه يعتمد على الجانب الخيرية، يعتمد على الجانب التطوعي الغير منتظر للمكافآت وغير منتظر للأجور. فبالتالي دائرة التأثير فيه تكون كبيرة، الإنفاق عليه يكون قليل. بالتالي دعنا نعود إلى الكثير من الشواهد التي شاهدناها في بلادنا. برزت الأعمال المدنية، ونحن نفخر في مدينة مصراتة بأن المجتمع المدني تطور بشكل ملحوظ منذ 2011 حتى وصل في عام 2016 إلى قمة مجده، عندما كان يسد العجز الحكومي التام في عملية البنيان المرصوص، وبرز العمل المدني كرافد أساسي للعمليات العسكرية التي كانت انطلقت في بوغرين وفي سرت وانهزم فيها هذا التنظيم. ثم الآن في 4 أبريل الماضي في انطلاق عملية بركان الغضب، كانت ردود أفعال المجتمع المدني خاصة عندنا هنا في مدينة مصراتة وفي مدينة طرابلس كان أسرع من ردود الأفعال الحكومية، بل بالعكس استطاع المجتمع المدني أن يحرك الشارع ويشكل ضغط حقيقي على الجانب الحكومي لكي يتبعه باقي الجبهات الأخرى خاصة منها الجانب السياسي. وكان الحراك السياسي الكبير أو الحراك المدني الكبير الذي انطلق في الشوارع الليبية من هذه المنظمات المجتمع المدني ومؤسسات والجمعيات الخيرية استطاعت أن تشكل قاعدة أساسية حقيقية عدت هي الرافد الحقيقي للعمل السياسي الذي بدأ يتحسن بعد هذا الضغط وبعد هذا الحراك وبعد هذا التحفيز من الشارع. نعم، أعود إليك يا سيد نعم. رمضان. نعم سيدة فوزية شويقي، مرحب بك مرة أخرى. لا يخلو عمل خيري السيدة فوزية من معوقات وعراقيل تعترض أصحابها، برأيك ما هي أبرز العراقيل التي يمكن أن تواجه المنظمات المجتمع المدني وجمعية الخيرية في ظل هذه الأزمة؟ لعل أبرز ممكن معوقات ممكن تلاحظها الأخوة اللي هو زي ما قال السيد الغنياني، قال إن فزع إن الرتم بتاع الفزع دي ما استمرش فترة، يعني العمل الخيري باستمرار إحنا عندنا يعني على مدار السنة تجد دائما عندنا مشاكل محتاجين لحل، أزمات على مستوى مثلا السيولة سببت مشاكل تراكمية من ناحية الصحة، عجز وما إلى ذلك. فاحنا لما نتكلموا مثلا تصير مثلا نديروا في مثلا حمله، لنعطيك حمله جولة نازحين، نديروا مثلا حمله، درنا حمله وتعاونوا للذكر فيها اول حمله، فالتعاطف كان كم كبير الناس ممكن تعطي وكي، لكن انت بعدين لما تجي مع استمرار الوقت يصير بالانسحاب تدريجي ويتبقى القليل يعني. نعم، هذه ممكن هذه اكثر حاجه اللي احنا ممكن نتواجهنا. النقطه الثانيه ما فيش دعم، لا دعم اعلامي، لا دعم من الدوله، مثلا الجمعيات معظمها توقفت على الدعم الاغاثي والخيري
وركزت على الجانب الدعوي او الجانب التوعوي. نعم. يعني حتى الجمعيات الخيريه محتاجه الى دعم مادي بحيث انها هي تستمر. ايضا احنا عندنا ممكن اني لاحظت حتى مشكله، تمنيت ان احنا نديروا منظومه تكون موحده مربوطه بالدوله. نعم. بحيث ان الجمعيات الخيريه حتى لما يصير لها عجز ما عندهاش قدره على التغطيه في منطقه مثلا عين زاره مثلا نتيجه للكارثه هذه. نعم. محتاجه لجمعيات اخرى تعاونها، لما تكون عندك انت منظومه مترابطه بالتالي انت لما يصير لك عجز تلقى اي جمعيه ممكن الفائض عندها يوصل لعندك. نعم. فهذا ممكن من ابرز يعني المعوقات اللي احنا ممكن اني واجهتني. نعم. طيب انضم الي الان عبر الهاتف ايضا السيد ايوب زرموح وهو الناطق باسم حمله بادر. استاد ايوب بعد الترحيب بك، ما طبيعه عملكم في حمله بادر وكيف تقيم الدعم الشعبي لكم ان كان هناك دعم، وهل تلقيتم دعما من الحكومه وما هي ابرز العراقيل؟ هذه اربعه اسئله اريد منكم الاجابه عنها في هذه المداخله، تفضل سيد ايوب. السلام عليكم. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، نترحم على ارواح شهدائنا الابرار ونتمنى الشفاء العاجل لجرحانا وفك قيد اسرانا وعوده مفقودينا سالمين غانمين ان شاء الله. امين. نشكر استضافتكم الطيبه على قناتكم الموقره. فيما يخص حمله بادر، حمله بادر تنادى اهاليها من يوم 5/4 في ثاني ايام العدوان الغاشم. نعم. واقترحوا ان يشكلوا حمله لاغاثه القوات الموجوده في طرابلس لرد هذا العدوان. نعم. وكانت المصارف اللي بنوزعوا فيها الايرادات اللي بتجي للحمله مقسمه الى ثلاث مصارف، وهو الجانب التموين والغذاء. نعم. وجانب كامل المستشفى الميداني. نعم. واخيرا فيما يخص بتجهيزات المقاتل. نعم. وهو اللي الشغل اللي بدينا فيه في بدايه الحرب بحكم انها جد مفاجئه والحكومه ما كانتش مستعده والمقاتلين ما كانوش مستعدين لهذه الحرب. فبدينا من هذا الجانب وهو تجهيز الاطارات والبطاريات بتاع السيارات اللاسلكي والمناظير وغيرها من هذه التجهيزات يعني. نعم. ثم انتقلنا الى الجانب الاخر مباشره فيما يخص بجانب المستشفى الميداني، والحمد لله يعني وقفنا للمستشفيات الميدانيه قبل ان يتم تكليف وزاره الصحه بها. نعم. اشترينا معدات للمستشفى الميداني بحوالي 255,000 دينار ليبي. نعم. دعما لي. وبعدها انتقل للجانب اللي هو اليوم قاعدين نشتغلوا فيه وبتراتبيه، وهو جانب التموين والاكل فيما يخص التموين والاكل. نعم. لله الحمد يعني عندنا تحت حمله بادر 15 جمعيه نسويه موجوده في مدينه مطراته. نعم. ننسق في العمل بينها تضم. نعم. حوالي 600 سيده او اكثر منسقين العمل كل يوم او كل يومين تاخذ جمعيه وحده تستلم القياده. نعم. نرسل حوالي 4,000 وجبه لطرابلس والطريق وتامين طريق الساحلي من مصرات لطرابلس، وكذلك نرسل 1,000 وجبه ما يخص الجبهه او القوات المرابطه في سرت وفي. نعم. بوغرين والمناطق المحيطه الجنوبيه مصراته. نعم. فيما يخص الجانب دعم الاهالي حقيقه شيء يجعلك تعتز بانك ليبي، وكل ما يقال عن ان هذا الشعب ممكن يكون سلبي هذا الحقيقه لمسناه ووجدنا انه مقوله خاطئه ومغلوطه وراي عام مضلل عن الشعب الليبي. تسمع باشخاص يعني نحن في واحده من الحالات اللي جت في حمله بادر يعني شخص قال انا كنت عارض قطعه الارض بتاعي للبيع وقاعده معروضه الى الان للبيع، فاذا كان حصلتوه من يشتريها فهي ثمنها كلها للحمله، ولله الحمد يعني حصلنا من يشتريها للجبهه وتبرع بمالها كامل، يعني شخص يتبرع بقطعه ارض كامله للجبهه. ناهيك يعني عن النساء اللي تبرعن بالذهب، يعني اللي عندنا الامس بس في طاقم ذهب مراه تبرعت فيه بالكامل، وفي واحده تبرعت في دبله الزواج بتاعها يعني. نعم. نعم. اشوف قيمه الدبله عند المراه. نعم سيد ايوب، ابرز العراقيل يمكن ان طبعا انتم لم تتلقوا دعم من الدوله، ام تلقيتم دعم من الدوله في حمله بادر؟ حقيقه تلقينا دعم محدود اللي هو فيما يخص من المنطقه العسكريه الوسطى والمجلس العسكري لمصراته، ما يخص الدقيق فقط. فهذا كان الدعم العيني.
وبحيث اننا نقدر احنا نوزعوه على الجمعيات ويجهزن فيه الاكل يعني. نعم طيب ما لو تحدثني عن ابرز العراقيل التي تواجه حمله بادر سيد ايوب. لله الحمد يعني من شهر رمضان تساهلت الامور وما قصرش الدعم حقيقه على مدينه مطرطه فقط، وان كان هذا مركز الحمله كثيرين ولله الحمد يعني من اهالي طرابلس اتصلوا بنا وكثيرين من اهالي زيتون والخمس، وحين مروا على الطريق يعني يوقفوا فينا وعشان يقدمون الدعم. ولو اخفيك سرا ان كنت ان حتى في اهالي من المنطقه الشرقيه يتصلوا بنا ويتواصلوا معنا وكيف نقدر نساعدوكم. فلله الحمد يعني الحمله في بوادر عليها. ابرز العراقيل ممكن هي طريقه التوزيع عند المحاور في جبهه طرابلس، بحكم ان المحاور عديده ممكن 7 أو 8، فطريقة التوزيع مرات توصل لعند التبة ومرات يقولوا جماعة التبة ما وصلناش لأن هم ما يقدروش يطلعوا في كل لحظة عشان يستلموا الأكل. فهذه فالحمد لله يعني مع مرور الوقت كل مرة نحسنوا الوضعية وننسقوا بصورة أكبر مع الجهات المعنية مع غرفة العمليات، ولله الحمد يعني الأمور بدأت تتيسر وتتماشى. نعم سيد أيوب زرموح الناطق باسم حملة بادر كنت معي عبر الهاتف، أشكرك شكرا جزيلا وأستدنكم ضيوفي الأكارم في الخروج إلى فاصل قصير ومن بعده نواصل إن شاء الله. بالله بادر يا أخيه ما دمت قادر. بادر لأجل الوطن، حملة أهلية لدعم الجبهات المحاربة للاستبداد. تساهم الحملة بالتعاون مع التجمعات والجمعيات النسوية بالمدينة والتنسيق مع غرفة العمليات في دعم المستشفى الميداني والقوات المتمركزة على كافة المحاور من مدينة سرت شرقاً حتى مدينة طرابلس غرباً. تستقبل الحملة التبرعات النقدية والعينية والصكوك المصرفية بمقرها في شارع عبدالله غريب داخل صالة معرض مصرات الدولي من الساعة 11 صباحاً حتى 12 ليلة. وبإمكانكم التبرع عبر الحساب المصرفي 006-210-2661 مصرف الجمهورية فرع أحمد الشريف. للاستفسار الاتصال على الأرقام الآتية 091-828-5566 092-228-5666. كما يمكنكم التواصل عبر صفحة الفيسبوك بادر لأجل الوطن. حملة بادر لأجل الوطن. حملة بادر لأجل الوطن. يا أخيه انهض وبادر، كن كهذا الكون آسر، كن كماء البحر زاخر، ليس فينا أي خاسر. يا فتى بالله بادر، يا أخيه ما دمت قادر. مرحبا بكم من جديد وارحب مره اخرى بضيوفي الاكارم. استاذ ابو بكر، هو لعل الله من حكمه الله عز وجل ايجاد مثل هذه الازمات هو اخراج الخير الكامل في نفوس كثير من الناس. والان قبل قليل استمعنا السيد ايوب يعني يذكر اشياء يعني اقرب الى الخيال منها الى الحقيقه في الدعم الشعبي. لو تحدثني عن اروع الصور الانسانيه التي رايتها ومرت بك خلال هذه الازمه. الله يبارك الله فيك وفي كل من شارك في هذا اللقاء وحرك فينا هذه الجوانب الخيرة. يعني الحقيقة يعني فعلا الأزمة لها جانب مضيء وجانب خير برز في نفوس الناس في فعل الخير
وفي التفاعل الإيجابي مع الحدث ومع الأزمة. فتجد الحقيقة الإنفاق بسخاء، تجد الوقوف يعني في ساعات تستغرب فيها، تجد التفاعل مع نوعية من الناس، حتى بعض المعاقين أو بعض الناس اللي هي غير قادرة، يعني معفية هي من الله سبحانه وتعالى، لكن تلقاه مع هذا يحاول يبي يشارك معك في أي شيء يعني. فالحقيقة يعني لا يحضرني الآن موقف معين لكثرتها أو حتى لتقاربها، يعني لا يميزها شيء معين، ولكن الأبرز هو الدور النسوي. الحقيقة الدور النسوي في الأخوات يعني دور منقطع النظير بالنسبة لمركز النوفليين. مبادرة الأخوات الفضليات اللي هم عندهم بعض المؤسسات أو الجمعيات الخيرية اللي تجمعهم في مسألة استجلاب الأطباء، في مسألة البحث عن الاجتماعيين ومناقشة بعض القضايا، في المساهمة في مسألة الدعم النفسي وإجراء بعض البرامج للأطفال من أجل التسلية ومن أجل يعني الترويح عن النفس، إخراج العائلات إلى بعض المنتزهات. كلها أفكار الحقيقة جاءت من الأخوات الفضليات اللي شاركوا معي، بالإضافة إلى البحث عن القضايا الخاصة. يعني يقولك بالك عندك مشكلة معينة، بالك عندك عائلة معينة، هذا كله في الظاهر وفي الواضح، من غير اللي هو المستور واللي هو مخفي، والغاية منه هو أن يراه الله سبحانه وتعالى فقط يعني. فالحقيقة عندي حوالي 3 أو 4 أخوات ما قصروش يعني دون ذكر أسمائهم، ولكن الملفت أنهم يعني كفوني مؤونة قضايا خاصة بما يتعلق باحتياجات المرأة واحتياجات النساء واحتياجات أغراض الخاص، لأن لا شك أنه أو معلوم لدى الجميع بأن النازح راه خرج صفر اليدين، يعني يدوبك ملحق في سيارته. فالأزمة طالت الآن، وصلنا إلى شهرين ونيف، فالأمر ما هو السهل يعني. فاحتياجات النساء وأغراضهم وغيرها، فهذا الجانب أنا شخصيا هو اللي لفت نظري، دور الأخوات الفضليات اللي هم عندهم جمعية في المجتمع المدني كان بارز جدا في مركز مصحة الأخوة يعني الإيوائية. بالإضافة سيدي الكريم، يعني هناك أنا شخصيا هذا ما حاولت أني نوظفه، توظيف الممكن والمتاح من قدرات الناس اللي هي موجودة يعني. وجدنا سباك يبادر، وجدنا كهربائي يبادر، حاولت أني نوظف الممكن من الموجود في الطاقات يعني، دون الاستعانة باختصاصيين يعني غير ذلك. طيب سيد رمضان معتيق، مرحب بك مرة أخرى، لو تخبرنا عن أبرز الأعمال التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني في هذه الأزمة في مصر على وجه الخصوص. حقيقة أستاذ فوزي، زي ما ذكرت لك بأن نعم 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 أنا في الاستماع، نعم في الاستماع أستاذ رمضان، أنت على الهواء. نعم أستاذ فوزي، أبرز ما يحصل في العمل المدني هنا في مدينة مصراتي، أولا نفخر بسرعة الاستجابة زي ما كان يتكلم الأستاذ أيوب. كان في الساعات الأولى من عملية بركان الغضب كان هناك تجاوب مدني رائع حقيقة، بحيث أن كان هناك عدد من الحملات تم اعتمادها من قبل مفوضية المجتمع المدني، وصلت حتى الساعة ما يقارب 10 حملات على الأقل، هذه خصصت كلها لدعم الجبهات ولدعم الحراك المدني الداعم لعملية بركان الغضب، إضافة إلى عدد من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني التي في مجملها تصل إلى ما يقارب من 20 مركز يتم تجهيز الطعام واللوازم الخاصة للأبطال المجاهدين هناك في الجبهات، وتقديم كل ما يستطيعون تقديمه لدعم هذه العملية من الغذاء ومن الملبس ومن التجهيزات الخاصة، التجهيزات الشخصية، العناية الشخصية وغيرها. أيضا استطعنا كمجتمع مدني في مدينة مصراتة عبر حراك مدنيون ضد الانقلاب التي ساهمت فيه العديد من منظمات المجتمع المدني داخل وخارج مدينة مصراتة، من تحريك الشارع الليبي في غرب ليبيا بشكل ممتاز خلال الساعات الأولى
الأولى والأيام الأولى لعملية بركان الغضب، وشاهدنا هذه المظاهرات الحاشدة وكيف تحرك الشارع الليبي في العديد من المدن الليبية من ضمنها مصراتة والعاصمة طرابلس والزاوية، و كانت هناك العديد من الوقفات والمظاهرات وكذلك المؤتمرات الصحفية والبيانات الصحفية المتتالية التي كانت مضادة لعسكرة الدولة ومضادة لهذا المشروع الواهم الذي يحاول ردنا إلى عصر الدكتاتوريات. كذلك من ضمن العمل المدني المميز الذي قامت به العديد من منظمات المجتمع المدني، أيضا تعاونت فيه مع الجانب الحكومي سواء لجنة الأزمة أو مع بعض المنظمات الدولية كالصليب الأحمر والهلال الأحمر وبعض المنظمات الصحية والخاصة بالأمور الطبية لدعم وتقديم يد المعونة إلى النازحين. نعرف بأن العدد الكبير جدا من النازحين الذين نزحوا سواء نزوح داخلي في مدينة طرابلس، وكانت هناك عدد من منظمات المجتمع المدني التي قدمت الخدمات وتعاونت مع الجهات الرسمية داخل طرابلس، أو في المدن الأخرى في غرب ليبيا سواء في مدينة مصراتة، أيضا في مدينة زليتا كان هناك عدد كبير، أيضا في بني وليد أيضا كان هناك عدد لا بأس به من النازحين قدمت منظمات المجتمع المدني خدمتها لها، أيضا في مدينة سرت كان هناك دور لهذه المنظمات للتخفيف من أزمة النزوح. حقيقة عندما نتكلم عن دور المجتمع المدني هنا في مدينة مصراتة تحديدا يعجز الوصف عن أن نتكلم بأن الكثير من العمل الذي كان في الساعات الأولى لم يكن حكوميا بقدر ما كان هو عمل من منظمات المجتمع المدني، سواء منها النسائية سواء منها الحقوقية سواء منها الشبابية التي كانت محفزة للحراك المدني. الشق الأبرز الذي الآن تعكف عليه منظمات المجتمع المدني أستاذ فوزي وهو الجانب الحقوقي، بحيث أنها ترصد مع نقابة المحامين ومع اللجنة المكلفة من قبل الرئاسي على انتهاكات وكل الجرائم التي تقوم بها هذه العصابات المجرمة الغازية لطرابلس وبعض المدن في غرب ليبيا، وتوثقها وأيضا تحاول التواصل مع الجهات الحكومية سواء مكتب النائب العام أو المدعي العام العسكري أو مع بعض الأطراف الدولية وإصدار البيانات بالخصوص وإعداد العرائض التي ربما سوف نشاهدها قريبا تصل إلى محكمة الجنايات وتساعد بشكل كبير العمل السياسي كنوع من الدعم للجانب الحكومي. فبالتالي العمل المدني هو عمل متكامل زي ما ذكرت في البداية مع العمل الحكومي بل ربما حتى فاقه في الكثير من الجوانب. طيب ابقى معي سيد رمضان. أستاذة فوزية، الآن نحن على أبواب عيد الفطر المبارك، نسأل الله أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركة، ما هي أبرز النشاطات التي يمكن أن تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني برأيك في هذه المناسبة السعيدة في ظل هذه الأزمة؟ أولا الشق الأول ممكن نحن نشتغل حتى على المحاور لتوفير حلويات العيد، يعني مجموعة جزء كبير من الأخوات والبرعوا يعني بالثمن أو بتجهيزها. وكذلك إدخال حتى الفرح لأسر المرابطين في الجبهات في الدرجة الأولى، بالإضافة إلى إعانة الأسر يعني التي هجرت بحيث توفير هدية العيد للأطفال أو الملابس، وكذلك مثل حتى المأكل معونة يعني كفايتهم حتى لمعونة العيد. يعني في مجهود مجهود جبار يعني جدا في ليس يعني في ضمن مؤسسات وضمن جمعيات، في جروبات يعني مثلا في جروبات على الفايبر او على التليجرام تلقى بحيث مدرسه مثلا معينه تحوي مجموعه من النازحين يتم تغطيه تقريبا معظم مصاريفها من الجروب هذا، يعني تتكفل بشراء مثلا المؤونة محل المأكل والملبس، كذلك إذا كان مثلا توفير مثلا الغاز أو الثلاجة. فالعمل الخيري يعني نقول لك تقريبا هو دولة، يعني لو وصلنا لشخص يقوم بعملية إحصائية حتلقى أن العمل يفوق عمل الدولة. يعني بداية العدوان على طرابلس، يعني نحب ننوه على الشخص من مصراتة،
لجنة الأزمة مكلفة بالجانب الصحة لوجستي و تصور من الصحة الميدانية المستشفيات الميدانية قامت الأخوات أو الأخوة من الأطباء هم بدعم المستشفى الميداني في الأشياء البدائية لإنشاء مستشفى ميداني، هم بطريقة بمعارف شخصية عن طريق معرفة شخصية هم اللي قاموا بتوفير الأجهزة الخاصة بالمستشفى الميداني. فنقول لك أن العمل الخيري هو تقريبا متشعب متداخل، يعني عمل شبيه بعمل مؤسسات الدولة. نعم. ممكن لأن الإعلام ضعيف جدا، يعني ممكن لو كان إبرازها أكثر والناس أصبحت ثقافة عندنا في المدارس أو نجهزوا حتى أطفالنا مثلا بحيث أنني نعمل حصالة مثلا متصلة مثلا في الابتدائي، حصالة تكون مثلا عيدية لطفل يكون محتاج، لو هذه الثقافة احنا نزرعوها يعني نتأكد أنه حيكون شغل المدني أكبر من المجهود هذا اللي سيدة فوزية عليه حجمه. طيب أشكرك شكرا جزيلا سيدة فوزية شويقي ناشطة مدنية ما يصير في الطب الحيوي. تنضم إلي أيضا عبر الهاتف سيدة مفيدة المصري عضو لجنة المهندسات الليبيات وهي رائدة بالحركة الكشفية. سيدة مفيدة لو تحدثين بعد ترحيبك لو تحدثين عن أبرز الأعمال التي تقومون بها. مرحبتين أستاذ، أهلا بكم في هالأمسية المباركة. طبعا بصفتنا من رائدات الكشافة والمرشدات وأول من لدينا نداء لإغاثة تلبية لحب الوطن والعمل الخيري، هذه طبعا الكشافة أول من قام ببرامج التطوعية وكنا هذه انشأنا طبعا مراكز الإيواء للنازحين، استقبلنا النازحين في عدة مراكز تولها التنظيم المفوضية طرابلس كشف المرشدات. بصفتي رائدة من رائدات هذه الحركة السامية كنا بمركز شهداء الفرناج تقريبا أول نازحين كانوا موجودين به. من أهم أعمالنا صراحة كنا في استقبال العائلات حصرهم وتنجيل بياناتهم، هذه طبعا هدية قمنا بتلبية احتياجاتهم الشخصية تقسيمهم في المركز اللي هو عبارة عن مدرسة شهداء الفرناج موجودة، وقمنا على خدماتهم من جميع نواحي. طبعا الفضل الأول لأهل المنطقة اللي هم شكلوا لجنة طواري بتعاون مع فريق الهلال الأحمر والكشافة والمرشدات، قمنا على خدمات هذه العائلات إلى يومنا هذا وإحنا قائمين على جميع الخدمات ما لم ينقصهم شيء بصراحة. نعم. كل عمل تطوعي منظمات مجتمع مدني. نعم سيدة مفيدة المصري عضو لجنة المهندسات الليبيات ورائدة في الحركة الكشفية أشكرك شكرا جزيلا كنت معي عبر هاتف. أستاذ أبو بكر بقي لي حوالي 5 دقائق، لابد أن لك عندك رسائل تريد توجيهها، فلمن هذه الرسائل وما هي هذه الرسائل؟ بارك الله فيك، وإن كان يعني كثرة الضيوف حرمتني من أنني نوصل رسالتي يعني بحكم الأزمة وغيرها، لكن الأزمة الأمد متاعها قد يطول، نحن يجب أن نفكر في الأمل في الله سبحانه وتعالى أن تنتهي في هذه اللحظة، ولكن تخطيطا يجب أن نفكر للمستقبل. الأزمة إذا طالت ماذا نفعل؟ يعني مثلا من أكبر القضايا هي قضية التعليم وانفصال الطالب عن العملية التعليمية ومخرجاتها. يفترض فيه أن وزارة التعليم بدل ما تشتغل على الدعم النفسي وهذا فعلا شيء عمل جيد، لكن بدل أن ندندن على قضية الترفيه يجب أن يستحدث داخل المراكز فصول تعليمية ودورات تقوية وإلى غير ذلك من هذا الجانب، حتى لا ينفك الطالب يصبح ارتباطه بالعملية التعليمية ومخرجاتها مستمر. الأمر الثاني قضية الصحة، يجب بارك الله فيه مركز الأمراض السارية هذه أو المركز الطبي هذا يجب أن يبحث دائما في العمل الوقائي من انتشار الأمراض إلى غير ذلك. الأهم في هذا وأهم رسالة هي للنازح هو في حد ذاته. الحقيقة النازح يجب أن يتعاون مع الإدارة مع المشرفين مع الأشخاص مع العاملين مع الدولة في أن يتبنى ثقافة الكفاف.
أن يكتفي بالعمل يعني القدر اللي يجيه من الطعام، القدر اللي لأن المكان هو مكان طارئ، مكان نازح، ما هوش مكان قار. فتصبح بعض الأشياء اللي هي وكأنها واجبة وكأنها ملزمة وكأنها حق مكتسب. فتعاون النازح مع إدارة المركز أو إدارة المقر أمر مهم جدا في توظيف الطاقات، التناوب، مسألة النظافة فيما يتعلق بالأشياء هذه كلها، أن نبتعد عن 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 ما يعني ينتج عن البعض، هي يعني ثقافة الجشع وثقافة السلب والادخار وإلى غير هذا، كله يجب أن نبتعد عنه. الرسالة الأهم هي إلى لجنة الأزمة وإلى الحكومة أن تهتم بهذا الجانب، لأن نراه الآن نحن أغلب المراكز الإيواء هي مدارس، وكيف نفعل بالنازحين إذا كان احنا مقبلين على امتحانات وإلى غير ذلك يعني. فيفترض فيه أن نشتغل على هذا الجانب وأن نبحث على أماكن إيوائية حقيقية، يعني عندنا بعض الفنادق، فندق الكبير إلى غيره، يعني الآن هي شاغرة مفضول وفاضية. يفترض فيها الدولة أن تفكر في هذا الجانب وأن تستحدث ما ذكرناه. لجنة الأزمة يجب أن تفعل وأن تعطي المخصصات اللي أعلنت عنها إلى البلديات وإلى الأماكن اللي متكفلة. الشكر لكل من ساهم معنا ولو بالقدر البسيط، سواء كان بلدية طرابلس أو سوق الجمعة، أو أنا أتحدث عن نفسي يعني، أو زاوية الدهماني أو إلى غير ذلك، كل من ساهم معنا جزاء الله خير. الدور الحقيقي والفاعل ورسالتي إلى مؤسسات المجتمع المدني التي بادرت، سواء كان في طرابلس أو مصراتة، دورها الفعال في زيارة المحاور ودعمهم، دورها الفعال في مراكز الإيواء، دورها الفعال في المرضى والطلبة إلى كل هذه المجالات الحقيقة يشكر عليها مؤسسة المجتمع المدني. لن أقف على الأسماء، لن أذكر الأشخاص، حفاظا على كثير من الأشياء. وبارك الله فيكم، يكفي الدور الأخير، نتمنى الدور الإعلامي أن يزيد يسلط الضوء أكثر، وبارك الله. أشكرك شكرا جزيلا سيد أبو بكر الغرياني مدير قناة الهداية، كنت معي هنا في الأستوديو، والشكر كذلك لمن ضيوفي الآخرين الذين كانوا معي في هذه الحلقة. السيد رمضان معتيق مدير مفوضية المجتمع المدني مصراتة كان معي من استوديو مصراتة، وعبر الهاتف كانت معي السيدة فوزية شويقي والسيدة مفيدة المصري وأيضا السيد أيوب زرموح. وشكر لكم أيها الأفاضل على حسن المتابعة، وحتى نلتقي أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالحب تلقى